أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السابق وحديثة في ورشة تغييم الفترة الانتقالية، لقاء من كسلة حول ارتفاع مناسيب نهر القاش ليلة أمس، ولدينا أيضا استطلاع من ولاية شمال دارفور حول ارتفاع الوقود. إضراب العاملين بولاية غرب دارفور يدخل المرحلة الثانية. نبدأ كالعادة باستطلاع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. انخفاض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. الدكتور علي أهدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار يكشف عن انطلاق مبادرة لدعم التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25/7، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدقيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابية بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يونيتامس تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. وزارة الصحة بولاية سنار تنظم بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية. مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور يقول أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة 2 شملت كل العاملين في الوزارات. مواطنو ولاية شمال دارفور يشتكون من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة لصفيحة البنزين إلى 17,000 جنيه. وصول الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي لمحلية سرف عمرة لمساعدة النازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة. شكرا الصادق مصطفى زكريا. دخل الإضراب العام للعاملين بالجنينة المرحلة الثانية، وشمل الإضراب كل العاملين بالوزارات. المزيد في هذا اللقاء مع مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين حافظ إدريس إبراهيم، فلنتابع. حافظ إدريس إبراهيم مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غربي دارفور. نحن الآن دخلنا المرحلة الثانية من مرحلة الإضراب، وده الأسبوع الثاني لنا 2 كل الوزارات في حالة إضراب دائم بسبب حقوق واستحقاقات العاملين. هذه الحقوق تتمثل في فروقات 20، فروقات 21، تطبيق منشور 1/1/2022. حتى الآن حكومة الولاية لم توفي بهذه الأحود. منشور 1/1 تم تطبيقه للأسف الشديد لأغلب ولايات السودان. الولاية الوحيدة التي لم يتم تطبيق هذا المنشور هي ولاية غربي دارفور. تواصلنا مع الأجهزة المعنية حول هذا الأمر عدة مرة، تواصلنا مع الوالي وتواصلنا مع أمين عام الحكومة، تواصلنا مع كل هذه الجهات، لكن للأسف الشديد لم نلقى أي إجابة موضوعية عن ماهية عدم تطبيق منشور 1/1/2022. لذلك اللجنة العليا قررت أن تدخل في حالة إضراب، وهذا الإضراب لديه عدة أسابيع، منها مستشفى الجنينة التعليمي وهو المنفذ الوحيد الذي يتلقى منه العلاج كل مواطنين الولاية مغلق بسبب الإضراب للشهر الثاني، والحكومة لم توفي بأي متطلب من متطلبات هذه الحقوق العاملين بولاية غربي دارفور. الجهود بتاعتكم انتوا كلجنة بتاعت إضراب عملتوا شنو؟ انت ذكرت انكم تواصلتم مع الولاية، هل في جهات أعلى من الولاية ممكن تتواصلوا معها مثلا على المستوى الاتحادي؟ ونحن الآن تواصلنا مع الولاية فقط، لم نتواصل مع الحكومة الاتحادية أو متمثلة في وزارة المالية الاتحادية. تواصلنا محلي هنا، لكن بدور الحكومة هي التي تمثل العاملين، بدورها هي التي تذهب إلى المركز أو غيره لإيجاب حقوق العاملين، طالما هي أنه حكومة ولاية يعني. طيب
إذا هي ما قادرة تفقوا العاملين المقاعدة شنو الزمن ده يعني المستشفى ده قافل له أسبوعين يعني ليه ما بيتحركوا يعني هم المفترض يقوموا به يعني. طيب الأسابيع الماضية كانت هنالك زيارة لنائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، ما طرحت له المشكلة في لجنة منكم فاتت جلست معه؟ في الحقيقة لم نتواصل مع سيد نائب مجلس السيادة محمد حمدان دبل، لم نتواصل بصورة شخصية كلجنة، لكن محمد حمدان ذكر في لقاء جماهيري ذكر أنه شهر يوليو يصرف لكل عاملين الولاية في الهيكل الراتبي الجديد ل 2022، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يصرف، إنما صرف بالقديم يعني. الأسباب شنو؟ في أسباب مثلا مركزية أن الحكومة المركزية ما قادر توفي باستحقاقات العاملين، وفي ظروف ثانية أن نعلو حتى في بعض الولايات تصرفت موظفينها بمجهود ذاتي منا يعني. نحن هنا بنسأل الولاية غرب دارفور أين تصرف موارد الولاية وأموال الولاية يعني، لأنه الآن عجلة التنمية واقفة ما في أي، أنا ما أعرف أموال الولاية دي قاعد تذهب وين يعني، هو في الحقل بتذهب لجيوب ناس ولا قاعد تذهب وين يعني الأموال دي، لأنه حتى ولاية غرب دارفور فيها موارد كثيرة جدا جدا، فيها تجارة حدود، فيها بورصة، فيها من موارد، أين تذهب هذه الموارد؟ الجهات المنسقة معكم في الإضراب؟ هنالك عدة أجسام، لكن في بعض جسمه وهو بيمثل الكادر الطبي وهو تنسيقية الكوادر الطبية، لديهم أيضا استحقاقات خاصة بهم كالحافظ الولاية الموحد، في كثير من الاستحقاقات لكن هي خاصة بالحقل الطبي وهي لا في الحقيقة ما بتمثل كل العاملين بولاية غرب دارفور، لكن اللجنة العليا للمطالبة بالعاملين هي لجنة بتطالب بكل العاملين في ولاية غرب دارفور ما عدا المعلمين، لكن عمال المعلمين وموظفينهم هم أيضا لا يتجزأ من اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين، وهي بتسحب حقوقهم عن حقوقهم وعن مستحقاتهم المالية منذ 1/1/2020 وحتى فروقات 20 وفروقات 22. نعم، هل من رسالة أخيرة؟ والله شكرا لرادي دبنجا لاهتمامهم الواسع بإنسان ولاية غرب دارفور، نحن سعيدين جدا جدا أنه يعني يعبروا عن صوتنا الذي يعني للأسف الشديد حتى أغلب الإعلام الولائي والإعلام المركزي هو صامت كصمت القبور، فنحن بنحييهم حقيقة بكل أدب واحترام لهذا العمل الجميل، وفي ذات المنوال نحن ساعين في اللجنة العليا لمطالبة حقوق العاملين لانتزاع حقوقنا المشروعة الكاملة دون تراجع يعني، حتى إن وصل العمل سنصعد في الأيام الجاية تصعيد أشد قوة وقسوة على هذه الحكومة الفاشلة. في تنسيق بينكم وبين الحكومة الأيام الفاتت دي جلست معاكم عشان تسمع منكم أو أرسل لكم مناديب؟ جلسنا مع والي الولاية غرب دارفور وجلسنا مع أمين عام الحكومة، ولكن الجلسة مع مديري إدارة المالية في لجنة تم تكوينها من مديري إدارة المالية، اللجنة دي اللجنة طبعا لجنة فنية، وحقيقة وصلنا معهم لتفاهمات والاتفاقات كثيرة جدا جدا، ولكن لم للأسف الشديد هم أيضا لم يستطيعوا أن يوفوا بالتزاماتهم يعني، لأنه حتى في التزامات نحن اتفقنا معهم أنه يصرفوا للناس الهيكل الراتب الجديد، أضف لذلك يدوا فروقات 20/21 يدوا 50% منهم، فهذا برضو ما نفذوا 20% فقط، أضف لذلك اتفقنا معهم حتى يدوا من حد العيد بالشهر الجديد اللي هي مرتب بتاع شهرين أساسي، برضو للأسف الشديد ما قدروا يدوا الناس بالجديد وعدهم بالقديم، والقديم طبعا كما تعلموا يعني حاجة لا تسوي جناح بعوضة يعني، حاجة كده زي ما بقول عطية مزين يعني. تذكر بالجهات المشاركة في الإضراب؟ اللجنة العليا المطالبة بحقوق العاملين ولجنة الكوادر الطبية. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. قالت وزيرة الخارجية السابقة دكتورة مريم الصادق المهدي بأن عدم استعادة الحياة الدستورية بالبلاد تسببت في تحويلهم من وزراء تنفيذيين إلى موظفين محصورين في إطار محدد، وقالت في ورشة تقييم الفترة الانتقالية ليس لدينا قدرة وما عملنا إلا مفارقة بين النظام البائد وقوانينه. نتابع المزيد في حديثة في ورشة تقييم الفترة الانتقالية. أنا لما أتكلم ما بتكلم عشان أقول أنا ما حرية وتغيير، أنا حرية وتغيير، أنا من المجموعة اللي حضرت لهذه الورشة، لكن ده ما بيمنعني من أني أشارك بما أراه مهم، لأني أنا برضو في المقام الأول مواطنة سودانية عايزة المضي للأمام. أنا عايزة أقول نحن أهم حاجة حاولنا نعملها في أواخر الكلام اللي أشار له ود الفكي، الورشة الأساسية الأولى اللي كانت في أوائل 2020، إننا عايزين نعمل شنو؟ كنا بنفتكر روحنا لازم ننتقل إلى خانة الحكم، كنا في العمل السري
كنا ما بعد الثورة في المقاومة برضو كل الأشياء اللي حصلت في ما بعد الاعتصام وحول الاعتصام دي جابت تحديات أخرى أشاروا لها المتحدثين بالذات أستاذة زهرة. وبعد تكوين المجلس المركزي نحن بعد كونت الحكومة كوننا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كلها كانت فيها نقص حقيقي لكن كلها محاولات مضي للأمام. لذلك في أوائل 2020 بدأنا بأسئلة استراتيجية في التحضير الأول، إنه كيف بنقدر نحول ذهنيتنا من ناس مدربين في 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 المعارضة لناس مسؤولين في الحكم. ده واحدة من تحدياتنا الحقيقية. المسألة الثانية كيف نوفق ما بين اختلافات حقيقية بيناتنا، اختلافات حول المسألة الاقتصادية، اختلافات حول العلاقة مع العساكر كيف تكون من غير ما نفقد بعض بالتخوين أو الإقصاء اللي تكلمت عنه حبيبة رشا لصالح الشللية، كيف نعمل الحاجة دي. السؤال الثالث كيف نتكامل في أدوارنا، يعني ما يكون في إحلال وإبدال للقوى السياسية بآخرين، الأحزاب السياسية بآخرين، زي ما جاء بكلام يعني كان موثق ومكتوب من قيادات في قيادات أكاديمية محترمة جدا، إنه الأحزاب السياسية لا مكان لها اليوم، تمشي تشوف تدرب روحها ولا تأهل روحها. الآن يحكم المجتمع المدني والآخرين والمهنيين وغيرهم، كان ده كلام حقيقي؟ هل الكلام ده فيه صلاح للديمقراطية ولا كيف نعمل على تكامل الأدوار بحيث يكون الأحزاب السياسية وهي بتنمي في روحها وبترقب في الصدع بتاعها تكون بتتكامل أيضا مع مجتمع مدني متوازن يقوم بدوره ومجتمع نقابي مهني يقوم بأدواره وحركات مسلحة عندها بعدها سياسي. وأنا في المحلة دي هارجع بس عود لبدء، أنا بفتكر في السرد التاريخي جاء في ظلم لإخواننا في الحركات المسلحة، زي ما هم بعد ذاك ظلمونا تبادلنا الظلم، لكن هو كان في ظلم في الأول، لعله الظلم ده كان في بيجي في المحلة الثانية. كيف نضع معايير للأثقال، كيف نضع معايير للأثقال عشان ما نقول لناس أنتوا أهم من ناس وناس ما أهم من ناس. الحبيب محمد الفقيه هسي قال نداء السودان الدو ثلاثة زي قوى الإجماع الدو ثلاثة، بينما قوى الإجماع انفصلت من جزء من مكونات نداء السودان، يعني كتلة أحزاب نداء السودان بالداخل اللي بيترأسها الباشمهندس الدقير هي كانت الاستمرار للنصف البقية في نداء السودان بينما خرج قوى الإجماع، ودي ظلت محل خطير جدا جاب مشاكل بعد ذاك كبيرة جدا مع أخواننا في الجبهة الثورية. نحن قلنا اليوم أنتوا عاقبتونا على أننا تمكننا من أننا نتوحد، نداء السودان يقدر يعمل مكونات كبيرة، أخواننا في التجمع الاتحادي حتى لو قلنا بيمثل حزب الأمة أخذوا ثلاثة، نحن كنا في أحسن ظروفنا داخل نداء السودان بناخذ واحد حزب الأمة أقصد. بالتالي كان في مشكلة حقيقية بتاعت المعايير الموضوعية كيف نقدر نعملها من غير ما نخسر بعض. السؤال الثاني سألناه لروحنا، هل نحن جسم تحالفي؟ هنستمر دائرين نكون جسم تحالفي أم جسم تنسيقي؟ والكلام ده السؤال اللي بيجي معه طوالي، هل نستمر للفترة الانتقالية فقط أم نمشي لما بعد الانتقالية؟ لأننا نحن مؤمنين إن السودان بيمر بفترة ميوعة وهشاشة كبيرة جدا، بيحتاج الناس يتواثقوا أن إحنا اللي بندعي مثلا حزب الأمة إحنا عندنا وجود كبير وعندنا رغبة في الانتخابات وآخرين ما عندهم، هل دي طريقة صحيحة نتكلم بها عن الآخرين كأن إحنا عايزين نجيب الانتخابات كبعبع للآخرين، ولا الانتخابات إحنا عايزين نعمل بها تصالح؟ ده بيخلينا نحن ذاتنا كيف نسأل روحنا عايزين نستمر بإننا أوكي نتنازل نحن ويقبلوا عنا للآخرين عشان السودان يترقي بصدعه. دي من الأسئلة برضو سألناه في تلك اللحظة. السؤال الثاني وكان مهم جدا وما زال هو مهم، كيف نكون حاضنة سياسية واسعة وفي نفس الوقت ديمقراطية؟ كيف الكلام ده؟ لأنه كل التجارب عندنا في الكلام بالصورة دي كانت لتجارب شمولية في السودان، الاتحاد الاشتراكي، المؤتمر الوطني، غير من المتجارب. كيف نكون بنعمل على الديمقراطية وتقويتها وأنحنا عندنا حاضنة سياسية قادرة تنمي الديمقراطية داخلها وفي نفس الوقت تعمل الحضن المطلوب للحكومة زي ما أشارت الحبيبة رشا مطلوبات الكثيرة في المحلة دي. المسألة القبل الأخيرة كيفية التعامل مع توسيع قاعدة الانتقال، ودي واحدة من المشاكل إلى الآن نحن بنعاني منها وبقت مصدر تحدي لنا من الآخرين، إنه إحنا غير قادرين على إننا نتوسع مع الآخرين. بنعمل صحيح دايرين مبادئ محددة ودايرين التزامات محددة واتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي والسلام وغيره، لكن
بقى تحدي انه نحن بنقص بعضنا البعض. نحن حتى بعد فتره الانقلاب هسي جزء مننا معانا وقع الميثاق بتاع 8-9 وفصلناه مننا. دي الطريقه دي كيف بنقدر نتعمل التوسع ده وفي نفس الوقت نقبل الاخرين ويبقوا في مصلحه الوطن كيف يكونوا معانا. الحاجه الاخيره كيفيه التعامل مع المثلث الاخطر للدوله. يكون في استقرار، بالتالي كل زوج شاعر بامن وامان بما فيهم العساكر اللي هم مؤسسه قوميه وغيره وغيره باسس بتاعت عداله وفي نفس الوقت، ويكون في سلام للناس كلهم. الاسئله دي كانت الاسئله سالناها لروحنا في اوائل 2020، وللاسف والحبيب محمد الفكي ذكر الجوانب الموضوعيه لتاجيل هذا المشروع الكبير والضخم، لكن في جوانب ثانيه كبيره جدا وغير موضوعيه. في النهايه نحن اضطرينا في حزب الامه مثلا اننا نجمد في خواتيم ابريل ونعود ثاني، لانه مؤمنين وزي ما كنا لنا حق نكون مؤمنين انه السودان ده ما بيقدر في ظروفه دي يمشي بجهه بتشد في اتجاه واتجاه اخر. مهما نختلف ومهما نتباين يجب أن نجد لنا أرضية صلبة نتفق فيها حول السودان. السودان ومستقبله وتأمينه يكون أكبر عندنا من أي حاجة تانية. كيف الحاجة دي نعملها؟ كيف المسألة دي نصليها؟ حق الورشة دي، ونحن بنأمل إنه الورشة دي تعمل أو تبدأ وضع إجابات موضوعية وفيها احترام لنا كلنا واحترام لبعضنا البعض عشان نمشي للأمام، لأنه فعلاً الوضع لم يعد يحتمل. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. شهدت ولاية شمال دارفور ارتفاع كبير في أسعار الوقود، مما ترتب عليه ارتفاع في تعريفة المواصلات الداخلية والسفريات. جولة السودان استطلعت أصحاب المركبات العامة، فلنتابع هذا الاستطلاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع، نتكلم عن موضوع السيارات والجاز والبنزين وكذا، ونشكر الإذاعة ونشكر الأخوان يعني أدونا هذه الفرصة، ونشكركم جزيل الشكر. والله يا أخي زيادة الوقود هي طبعا زيادة يعني حصلت في الخرطوم ب 100 جنيه، هنا عملها لنا 200 جنيه، وإحنا دارين طبعا نزيد كان سعر الراكب، لكن الحاجة طبعا طلعت خفيفة ما بنقدر نزيد سعر الراكب. لكن لو أصلا تاني زيادة ظهرت مثلا يعني عملت 500 أو 600 نزيد السعر، والحكايه دي بتكون ما كويسه معانا ولا مع المواطن. فربنا يرخيها يعني، وربنا يسهل الامور والامور تمشي الى مجراها. وشكرا لكم، واسم عبد اللطيف ابو بكر رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وفي البداية أخواننا الوقود، والله في الحقيقة يعني أسعار الوقود يوم على نصمه بسير بتاع وقود في بسير عالي، وبجد يعني إحنا مغلوبين الأمر ونسوي شنو أخيته ما عارفين، لكن إنه نناشر إنه الحكومة إنه يعمل ضبط بالنسبة للأسعار الزايدة. وتانيا كمان لما نصمه إنه في زيادة في الخرطوم والحاجة بالشكل ده، يعني في زيادة في الخرطوم هناك، يعني قبل ما يجينا زيادات هنا الترمبات تقفل لمدة يوم ولا تقفل لمدة يومين، فالناس تتعب وتعاني وبتاع، يقول لك في زيادات. يعني المفروض انه يكون في يكونوا شغالين لحد ما الزيادات هنا يقوموا يجوزوا الزيادات ويمشي بتاع. وإنما بانه الوقود اللي بيقوموا بكدسوه بخزنوه بتاع ده يعني جاي بسير او جاي بسير القديم، هم بيقوموا طوالي بيقفلوا الترمبات عشان ما انه بهرس السير الجديد وبخلي الناس بيعانوا. فالمفروض انه الحكومه برضه يقوم يتدخل ويفرض سيطرته لناس الترمبات، يعني انه يضبطهم ما يشتغلوا على كيفهم، يكون في رغابه في الترمبات. ونسال انه ربنا يحسن الوضع ان شاء الله. وبجد يعني انه يعني هسه الان يعني احنا ما بنقدر، يعني بيكون في زياده في زيادتين او ثلاثه زيادات في شهر او في شهرين او في ثلاثه شهور بتاع، واسعار بتاع الراكب بيكون قاعد زي ما هم ما بنقدر نزيده. يعني فالمفروض الحكومه برضه تتدخل في الحته ده، يعني تكون منصف بينه وبين المواطن وبين صاحب المركبه، يعني يوريهم انك اذا كان في زياده يزيد ولا ينقص ولا بتاع، المهم برضه يقوم يتدخل. فهسه ترك الناس ساكت اصحاب العربات، وترك اصحاب الوقود خلاه منه يعني بيشتغل على كيفهم. تيجي تلقى بتاع الراكب يجي يركب يقول لك انت زدتوا على كيفكم وانا ما بندفع، المهم في مشاكل كده لحد ما بظبطوا في سير واحد. يعني ارجو انه الحكومه تتدخل في كل شيء يعني. وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمر عبد الله بكر سايق تاكس. اسعار الوقود في الزيادة، ونحن نطالب زيادة تعرفة المواصلات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مجاهد محمد ابراهيم. مجاهد محمد ابراهيم. اول حاجه يا جماعه، والله بجد اسعار الوقود الحاليه كل اسبوعين زايديننا دي، والله بجد حاجه ما منطقيه، واحنا ذاته ما عارفين ذاته الزياده دي بتحصل كيف. ده واحد كويس. اثنين، انه الوقود لما من الخرطوم هناك بالذات، يعني ناس الطرمبات هنا هم بيزيدوا يعني في 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 نفس الاسعار اللي جابوها قديمه، بيزيدوا الوقود، بس سمعوا انه في الخرطوم زادت هنا طوال بيرفعوا السعر، طوال برمجه جديده. ويلا انا برضه يا اخي ناشد الناس المسؤوله من الولايه هنا وهنا يا اخي ينظر للحاجه دي، والمفروض يعني السعر الجديد تجي مع البنزين الجديد. انا زي التكس، لكن والله بصراحه مع البنزين ده الشغل يعني اول حاجه ما 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 مغطيه معانا والله. والمواطن احنا هسي عشان لو دارنا نزيد له التعريفه دي، بجد المواطن ما بيستحمل انه ثاني يدفع زياده من التعريفه دي، ونحن في نفس اللحظه الزبير غالي، الوقود غالي، يعني احنا في النهايه والله شغالين بس شنو، بس ليه الله ساي بصراحه يعني. فالمهم ده الرساله المفروض ارسلها، والحكومه المفروض تنتبه للحاجه دي، وشكرا لكم كثير. تسلم كثير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. هبط نهر القاش اليوم بعد ارتفاع أمس، مما شكل خطر على المواطنين وبعض القرى والمشاريع الزراعية، مما زاد الخوف وسط المواطنين. جولة السودان التغت بالمواطن همرور حسين، فلنتابع هذا اللقاء. بالأمس طبعا كان في ارتفاع في منسوب نهر القاش، يعني بعد الساعة 3 بدأ الارتفاع الساعة 1 صباحا، ولكن فجر اليوم يعني نزل منسوب القاش في الوضع كان مهدد لمدينة كسلة. فبالأمس في يعني في الساعات المتأخرة من ليلة أمس يعني كان بشكل خطر حقيقي لمدينة كسلة، وتجاوز خط القياس المعروف، ويعني بدأ ممكن الكوبري ذاته حتى الكوبريين يعني بدأت التراشقات المياه بتفوت المستوى المعروف. كان يعني ليلة كانت صعبة لإنسان كسلة، وبفضل الله اليوم يعني تراجع منسوب القاش، لكن تضررت بعض الغرف في محلية أروما في ترعة تابعة لنهر القاش، اتكسرت لغرف، في غرف تابعة لمحلية أروما أصاب فيضان القاش، وفي تضرر حصل على مستوى المساكن، لكن أرواح الناس بفضل الله يعني سليمة. المطلوب الآن يعني نحن في بدايات خريف هذا العام، واجب على مواطني كسلة ومواطني المحليات الشمالية، مواطني ولاية كسلة اللي يجري نهر القاش في في, في 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 هذه المناطق، عليهم أخذ الحيطة والحذر، يعني حتى مشروع القاش الزراعي ما تم العمل المطلوب من فتح منافذ المشروعات الزراعية، وما تم العمل المطلوب يعني للاسف الشديد. حتى في منظمات كان هدفها انها بتنظف مجرى نهر القاش وبتنظف الترع اللي بتسقي مساقي القاش، لكن ما تم العمل بتباطؤ بعض الموظفين المعنيين بالامر. يعني معروف انه يعني في فاتوره بتاع الفساد معروفه على مستوى سنين الانقاذ الهالكه وعلى مستوى الفترات اللي فاتت دي، انه بيتماطلوا في مساله انه يعملوا ترويض لنهر القاش لغايه ما يجي القاش، دي تجيبوا اليات ويجي راجعين يقولوا والله خلاص نحن يعني القاش يعني كبس وما في طريقه. نحن نتمنى انه من مواطني كسل الان هم امام الامر الواقع، الخريف في ادابه بداياته، وخريفنا نحن يبدا في شهر 8 هو نظاره هطول الامطار. انا اتمنى انه المواطنين بياخذوا الحيطه والحذر من هذه المساله، وبل بيحاولوا بياخذوا يعني احتياطيات، يعني من اذا عندهم اي يقولوا بيحاولوا يعملوا دعم خارجي من اغربائهم الموجودين، يعملوا احتياطي غذائي، وبيحاولوا كمان بيعملوا احتياطي لارواحهم من
من مناسيب نهر القاش، يعني ما معروف انه ممكن تجي امطار غزيره جدا، وبالاخص اهلنا الموجودين في مناطق الارياخ. انا رسالتي دار اوضح عليهم عبر الراديو دبنجة بانهم يا ريت انه بياخذوا الحيطه والحذر في هذه في خريف هذا العام، ونسال الله انه يبقى هذا الخريف هو خريف خير وبركه لاهل كسلة. اما على مستوى الاصحاح البيئي بمدينه كسلة بالتحديد، محليه كسلة وعرارات سيد مامون لم يقوموا باي دور على مستوى اصحاح البيئه. كل المجاري والمصارف الموجوده في محليه كسلة ما في عمل تم فيها، وبل الان تشكل محليه كسلة اكبر كوشه موجوده في الولايه. في العادة الحكومة بتوزع مثلا شوالات تراب ولا حاجة ولا أي معينات عشان الناس إذا حصل سيل وكده الناس يقوموا يسدوا المجاري؟ والله دي رسالة عبر أنا عايز أوجهها لحكومة ولاية كسلة، بأنه الآن الشوالات والمسائل دي محتاجين لها ناس الأرياف، يعني يا ريت أنه يعني طوارئ ولاية كسلة بتحاول بتعمل احتياطيات من الشوالات وتوجهها للمحليات المستهدفة، وبالأخص سرعة بتشكل خطر على بعض الغرف المكتظة بالسكان في المحليات. يعني كمان احنا عندنا بالمناسبة يعني دور سيء جدا من بعض المزارعين بيحاولوا بيفتحوا الترعة على اساس انه تسجيله مساحته الزراعية، لكن الترعة ما بتتم السيطرة عليها وبتغرق زراعته هو مساحته المستهدفة وبتفوت وبتغرق بعض الغرف المكتظة بالسكان. انا رسالتي لاهل المحليات انه يا ريت يا اخي بيتعاملوا بالوازع الديني في اطار المحافظة على أرواح وممتلكات الناس، ونحن نعمل ذاته يعني نوفر المخزون المائي على أساس إنه يأخذ على مجراه المستهدف، غير ما يكون إنه واحد يجي يكسر الترعة ويتم عدم السيطرة عليها ويدفع في النهاية مواطن المحلي الصغير يعني أثمان هذه البلاوي اللي بتحصل من بعض المزارعين ومن بعض المواطنين الموجودين هناك. أنا بتمنى إنه يعني كلامك اللي قلته ده أنا بوجهه مواطن لحكومة الولاية وبالأخص مجلس الطوارئ، إني أريد توزع احتياطيات بتاع الشوالات لبعض الغور المكتظة بالسكان إذا حصل أي الله لا قدر أي مهدد من قبل جيش يكون هم يتلافوا هذه المسألة. ويا ريت نحن الآن يعني الطوارئ بتلعب الدور الأساسي في مصب الجيش، يعني هو الخطر الحقيقي الموجود. وكمان يعني كسلة في بعض المناطق المنخفضة يعني في مدينة كسلة بالتحديد هي مناطق الصوريبة والمناطق مداخل الخقطنية القديمة بعناق بتشكل خطر، يعني في انتاج عن انخفاض. نحن نتمنى ان تكون آلياتهم جاهزة، يعني نحن ما دارين العادة المعروفة في كسلة وفي السودان انه بعد ما تقع الكارثة يذهب المنظمات والمجتمع دار يتحرك على اساس انه يقدم خدمات. نحن دارين الاحتياطي والتحوط بيتم قبل ما تقع الكارثة. دي رسالة نحن نوجهها عبر دبنجة لحكومة الولاية وبالاخص لجنة طوارئ الخريف. نعم سيد مرور حسين، شكرا لك كثير، شكرا لك، يديك العافية، الله يخليك، الله يبارك. راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو. وقبل الختام تذكير بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. انخفاض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. الدكتور علي أهدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار يكشف عن انطلاق مبادرة لدعم التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25 سبعة، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدجيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابية بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يوني تاونز تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. وزارة الصحة بولاية سنار تنظم بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية. مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور يقول أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة 2 شملت كل العاملين في الوزارات. مواطنو ولاية شمال دارفور يشتكون من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة لصفيحة البنزين إلى 17 ألف جنيه.
وصول الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي لمحلية سرف عمرة لمساعدة النازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة. بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.